السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. لو حضرتك زي حالاتي كده بتفضل ماشي بالسيارة لحد ما لمبة نفاد الوقود تنور في طابلوه السيارة وتعمل لها ريست وتفضل ماشي، يبقى وارد جدا تحصل معاك مشكلة كبيرة. طيب هنحل المشكلة دي ازاي، وهنعرف تبعات الموضوع ده ازاي، وأنواع السيارات المختلفة؟ يلا بينا نشوف التجربة الجميلة العملية ونشوف كل شيء في حلقتنا بالتفصيل. ده اليوم التاني ليا وانا ماشي بالسيارة ولمبة نفاد الوقود منورة في الطابلوه، عايز اعرف هتمشيني السيارة قد ايه وكمية الوقود ومستواه الاحتياطي اللي موجود في التانك. طب لو انا على طريق ومسافر الكمية دي هتقضيني كام كيلو تقريبا؟ طب لو سيارتي مختلفة هقدر امشي قد ايه لحد ما فعلا الوقود هينفد مني؟ وهنروح على عوامة الوقود أو المضخة، وهنا هنلاقي أطراف الفيشة بتاعة المضخة، وده اللي يهمنا. هنبدأ نفكها. خرجت معايا الفيشة اهي بكل سهولة. مهم جدا إن أنا أحدد الأطراف بتاعة المضخة والأطراف بتاعة العوامة أو مقياس الوقود داخل التانك. هلاقي هنا عندي اربع اطراف خاصين بالمضخة، اتنين خاصين بالعوامة، وهلاحظ شيء بالخبرة الاسلاك الخاصة بالعوامة هلاقي مساحة مقطعها صغيرة او السلك رفيع، والاسلاك الخاصة بالمضخة هلاقي السلك كبير، يعني حجمه نفسه مساحة مقطعه اكبر. هفك الكليبس ده كده، هلاقي ان السلكين اللي مساحة مقطعهم اكبر هما الخاصين بالمضخة، اللي هو السلك اللي باللون الأسود والسلك اللي هو أبيض فأسود. هحددهم عشان أبدأ أوصل عليهم المضخة، وهحتاج لكابل أو وصلة سلك معاها الفيشة بتاعت الولاعة، وهجيب سلكتين أو بنتين عشان أشبكهم بالمضخة بتاعت الوقود أو بالأطراف بتاعتها. شبكت الطرف الأول والطرف الثاني، وهبدأ أوصلهم في وصلة السلك. ومهم جدا إن أنا أراعي السالب والموجب، يعني لو المضخة ما طردتش معايا البنزين أو خرجته بره التانك يبقى معنى كده إن الطرفين دول معكوسين، وممكن بكل سهولة أعرفهم من الفيش. الفيش كان بالشكل ده كده، هنلاقي ان دايما الطرف الاسود بيبقى هو الطرف السالب والطرف التاني بيبقى هو الطرف الموجب. يبقى الطرف الاسود زي ما احنا وصلناه كده هو السالب، هوصله بالسالب بتاع السيارة. ده الاسود هو السالب والموجب هو الاحمر اللي واصلين بالفيشة بتاعت الولاعة. وهبدأ في التوصيل. مهم جدا عشان بخار الوقود اربط الاسلاك واعزلها كويس. كده انا مش محتاج اشغل السيارة، اول ما هوصل الجاك او الفيشة بتاعت الولاعة هتبدأ المضخة تضخ الوقود اول ما اشغل على التكة الاولى بتاعت مفتاح تشغيل السيارة. يبقى كده كل اللي انا هعمله هجيب الكابل من المضخة
وبالشكل ده كده هبدأ أضعه في الولاعة. وطبعا هفصل التكة الأولى بتشتغل معايا ولاعة السيارة عشان تدي كهرباء لمضخة الوقود، وهنبدأ في وضع الفيشة بتاعت الولاعة بالشكل ده كده. كده أول ما هضغط أو هنقل على التكة الأولى هتشتغل المضخة. هنركز كده، هنسمع صوت ضعيف شوية. اهي اشتغلت معايا المضخة اول ما ببدأ في التشغيل على التكة الاولى. ونبدأ نفك الهوز بتاع البنزين او الوقود. هيخرج معايا شوية وقود في البداية، ده القفل بتاعه، بضغط هنا بيخرج معايا الهوز بكل سهولة. وهبدأ اشوف الكمية اللي موجودة في التانك قد ايه بالضبط. هثبت الكان كويس وابدأ في تشغيل السيارة. طبعا بشغل المفتاح بس بتاع السويتش او التشغيل على التكة الاولى. بيبدأ الوقود يظهر معايا اهو. هنشوف يا ترى هيتملى الكان بالكامل وكمية الوقود اللي في التانك هتكون قد ايه. مش هنقطع في الفيديو في الفترة ديت عشان حضراتكم تتأكدوا، ولكن هنسرع شوية. بعد ما مشينا بالسيارة يومين واللمبة لا زالت منورة في تابلوه السيارة عشان نتأكد من كمية الوقود اللي خرجت من التانك. كده ضعف قوي ضغط المضخة، وهنلاقي ان كمية الوقود اللي جاية من التانك قليلة. كده تقريبا وصلنا لاربعة لتر تقريبا. هنروح نفصل ونشيل الفيشة بتاعت الولاعة. ونيجي نشغل كده ونشوف الإشارة اللي هتظهر لي في التانك. لسه نفس الأمر، العلامة بتاعت الوقود بتديني إشارة أو إنذار، وعندي في التانك 5 لتر تقريبا
يبقى كده بكل سهولة قدرت احدد كمية الوقود اللي في التانك. هنروح مع بعض نشوف الكمية دي تمشيني قد ايه، وكمان نشوف السيارات المختلفة الكمية المتبقية في التانك بتاع الوقود هتقضيك قد ايه. هنروح في البداية للسيارة اللي كانت معانا، ما لقيناش ماركة السيارة، هنروح لأقرب ماركة لها أو أقرب موديل لها، التويوتا كرولا. هلاقي إن بيتبقى في الخزان 7 لتر تقريبا، احنا طلعنا تقريبا 4 أو 4.5 أو 5، يبقى احنا مشينا 20 كيلو على اليومين تقريبا 7 لتر، وهلاقي ان المسافة المقطوعة بال7 لتر هتبقى 135 كيلو متر، مسافة كبيرة جدا ما شاء الله. مقارنة بخوفي وقلقي ان مفيش اي بنزين في التانك، يبقى كده السيارة لو فيها 7 لتر متبقي هتمشيني 135 كيلو متر تقريبا. طب لو سيارتي مختلفة، مثلا لو خدنا الشوفورليه، هندور على الشوفورليه او الفورد اكسبلورر، هلاقي الفورد اكسبلورر موجودة عندي في الجدول، هيتبقى في التانك 1/16 منه، هنا كاتب لي المساحة نفسها 1/16، يعني هتمشيني 128 كيلو، قريبة جدا من التويوتا الكامري او التويوتا كرولا. هنروح للجيب شروكي في اعلى الجدول، هنلاقي ان بيتبقى في التانك 11 لتر، واقدر امشي بالسيارة 144 كيلو، مسافة كبيرة جدا. هحاول بقدر المستطاع ارفق لحضراتكم الجداول اسفل الفيديو في الوصف، واي معلومات تانية هنحصل عليها بالنسبة للمسافة المقطوعة للسيارة هنسيبها في الوصف لحضراتكم، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.